28 عاما من عمر الوحدة اليمنية المجيدة. ففي 22 من مايو عام 1990 رفرف علم الجمهورية اليمنية الموحدة في سماء عدن، مؤذنا بتحقيق حلم طال انتظاره وببدء عهد جديد في تاريخ اليمن. نحن هنا في بلادنا، نحن في أرضنا، ولسنا ضيوفا فيها. كان يمكن لمنجز عظيم كهذا أن يفتتح مرحلة مزدهرة من تاريخ الوطن اليمني الكبير، لكن ثمة انحرافا خطيرا في المسار الوحدوي تحولت معه هذه الوحدة من إنجاز شعبي بامتياز، كما قال الرئيس هادي في خطابه عشية الذكرى 28 للعيد الوطني، إلى غنيمة شخصية. انحراف دشن مرحلة بالغة السوء من الصراع السياسي الذي سرعان ما تحول إلى مواجهة مسلحة شاملة في صيف عام 1994، أحال الوحدة اليمنية إلى عبء سياسي واقتصادي وأمني فوق كاهل اليمنيين. عدد الرئيس هادي في خطابه الأطراف التي أساءت إلى الوحدة وعرضتها للاغتيال المعنوي مرات عديدة، في إشارة واضحة إلى علي عبد الله صالح والانفصاليين والحوثيين. اتهم هادي سلفه صالح بالحياد عن طريق الشعب، وجعل الوحدة طريقا للغنيمة والإثراء والتملك والمجد الشخصي، واتهم الحراك الانفصالي بالعودة إلى الماضي والتنكر للنضالات الطويلة للشعب اليمني، واتهم الحوثيين بالتنكر للإجماع الوطني الذي أنجز في مؤتمر الحوار الوطني الشامل. لكن الرئيس أكد في خطابه أن الانحرافات التي اعترت مسار الوحدة والممارسات الخاطئة والسلوكيات المسيئة لا تقلل من شأن الحدث التاريخي بقدر ما تعبر عن سوء من ارتكبها في حق الوحدة والشعب على السواء. كلام الرئيس على وجاهته يبدو أنه غير كاف لإقناع أطراف عديدة داخلية وخارجية بالكف عن مخططاتها التي أظهرت ما يكفي من سوء النوايا للنيل من وحدة اليمن وجغرافيته وميزاته الاستراتيجية. لذا وجه الرئيس هادي خطابه للطرف المعني بالأمر، وهو الشعب اليمني الذي طالبه بأن يكون على ثقة بأن مشروع اليمن الاتحادي القوي الذي ندافع عنه جميعاً اليوم هو أفضل الخيارات لتأمين البلاد من مستقبل مظلم، وأنه يشكل ضماناً حقيقياً لأمن أشقائنا، في إشارة إلى دول التحالف العربي على وجه الخصوص. إشارة لا تخلو من التأمل بالتحديات التي تكتنف الوحدة اليمنية في هذه المرحلة التي تتعالى فيها أصوات الانفصاليين المحميين بمظلة إقليمية على أمل أن يمرروا مشروعهم عبر العربات المدرعة وطيران الأباتشي، مستغلين الفراغ الكبير الذي خلفه تغييب السلطة الشرعية عن أراضيها من جانب التحالف.